صباح النجاح، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح التفوق، صباح البشرة الطيبة وبشرة الخير اللي كلنا قابلناها خلال اليومين دول علشان نهني ونشوف ولادنا المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة. مش أي نجاح، ما شاء الله عليهم، العشرين الأوائل، درجة نص درجة، إتقان وجهد ومثابرة ختمها ربنا سبحانه وتعالى بحسن الجزاء. برحب بحضراتكم، بصبح عليكم وعلى كل مصر، وبصبح على كل الناجحين وكل المتفوقين، لأن النجاح سبب في الاستمرارية في التطور والنمو لبلدنا كلها بمشيئة الله. ومبشرات الخير عندنا دايما في كل حلقاتنا في صباح التعليمية، بنبدأ دايما بالتبشير بالخير وبالنجاح وبالتفوق. وفقرتنا هتكون مع إحدى الطالبات اللي حصلت على المراكز الأولى في الثانوية العامة السنة دي، ووالدها الكريم اللي معاها النهاردة واللي بنحييه وبنفخر بوجوده معانا كأحد أولياء الأمور اللي اجتهدوا وتعبوا مع أولادهم، والناتج جميل وخير. الأستاذ عوض هلال إسماعيل، مدير مدرسة كفر الرك الصناعية المشتركة بسمبلاوين الدأهلية. أهلا بيك معانا. أهلا وسهلا. واسمح لي أحيي بنتنا الكريمة الجميلة إسراء عوض هلال إسماعيل، السابعة أو السابعة مكرر في الثانوية العامة بمجموع 409. يعني خلاص قفلنا 100% تقريبا. اهلا بيك يا اسراء، مبروك يا حبيبتي، الف مبروك، ومبروك لكل ولادنا وبناتنا اللي اجتازوا الثانويه العامه برغم كل الضغوط الاعلاميه والاجتماعيه اللي موجوده عليكم. شهر رمضان الكريم الحقيقه، والصيام، ويتهيألي انه كان احد دعائم المثابره والاتقان والاجتهاد. اهلا بيكم ومبروك مره تانية. اسراء، معلش اسمح لي استاذ عوض، انا هبدا مع اسراء. اتفضل. اسراء الف مبروك. عرفتي النتيجه ازاي؟ ويتهيألي كده من اختياراتك زي ما عرفنا من الكواليس انك كان عندك احساس بالموضوع ده، مش كده؟ الاستاذ كان الاستاذ بتاعي كان هو اللي قدم لي الاستمراره على النت، فهو كان حصل ظروف كده، هو اللي كتب الرقم بتاعه، فاتصلوا عليه واتصل علينا وعرفنا النتيجة. اتصلوا عليه من الإدارة التعليمية وهو اللي قال لك على جزاه الله خيرا. احساسك ايه لما عرفتي النتيجة وكنتي متوقعاها؟ الواحد كان مصدوم بس صدمة فرح، يعني ما كنتش متوقعة، كنت متوقعة كيف مجموعة كويس بس مش لا، بس واضح ان بابا كان متوقع لانه عمال يسأل انا عايز اعرف الدرجة دي نقصت في ايه. مش كده ولا ايه؟ واضح انه واثق فيكي وفي اتقانك وفي تفوقك. المنافسة اخبارها ايه؟ يعني كنت منتظرة ان حد معاكي في نفس المدرسة يوصل لدرجة اكبر او اعلى؟ يعني ما بحبش، مفيش اكبر من كده، انا مش عارفه هندور على اكبر من كده ايه. يعني ما بحبش المنافسه قوي، يعني انا بهتم بنفسي بس، ما بحبش عليك. اشوف يعني برافو عليك. انا بحييك استاذ عوض. وحضرتك تربوي الحمد لله، ويعني فاهم المجهود والمتطلبات المطلوبة عشان نوصل لدرجة زي دي في الثانوية العامة. مبروك، ألف مبروك. وتقييمك لأداء إسراء واضح إنها متفوقة طول عمرها، مش النهاردة بس، ما إيش وردت اليوم، يعني نعم. ده من الصغر وهي بتميزة، يعني ما شاء الله كانت الأولى على الإدارة التعليمية. السمبلون الجنينة والقناة والعروبة على طول متفوق عن الأوائل على طول، يعني المفاجأة كانت حلوة بس متوقعة. متوقعة بس يعني صراحة مش على الجمهورية، يعني ما شاء الله، مثلا على المحافظة على كده يعني. إسراء، لما سألتك كنت بتفكري في إيه قبل النتيجة، أو أنت ناوية على إيه، فبتقولي لي بمشيئة الله طب، بس بتقوليها كده بمنتهى الثقة وكأن ده هدفك الأول والأخير من زمن طويل، الكلام ده صح؟ كان نفسي بصراحة من الابتدائي كان نفسي أدخل طب. في نماذج معينة في العيلة؟ تقريبا كل قرايبي يعني داخلين في المجال ده، فكان نفسي أبقى معاهم. يعني في سبب معين حابة تخصص معين، ولا مجرد ان انا ابقى طبيبة؟ هو يعني لسه برضو ما جمعتش معلومات، لسه لما ندخل ان شاء الله الكلية نعرف التخصصات اكتر. يعني الهدف الاساسي الطب. الهدف بالتوفيق ان شاء الله وبالنجاح شاء الله. وكفاية رغبتك
وحبك لهذا المجال، لأنه مجال من المجالات الصعبة، بس واضح إن هم أنتي متعودة على مواجهة الصعوبات. ملائكة الرحمة على الأرض يعني. بالتأكيد بالتأكيد، لكن هم دائما في دراسة وجهد ما هو للتعلم والإجادة، ما فيش حاجة بتجري سهلة فلازم من يبقى فراغ. في رغبة من جوه الطالب، مش مجرد طاعة لرغبة والدين، هي لازم من جواها تبقى دايما جواها هي رائع. ده عمره ما قلت لها ذاكري ولا قلت لها حاجة جميل. يعني. و النجاح ده دايما اي ولي امر بيتفرج علينا دلوقتي ولاده داخلين على مرحلة ثانوية او حتى في اي مرحلة تعليمية، يقول هي وصلت لده ازاي علشان نوصل لدرجة التفوق ده؟ العملية سهلة ولا صعبة؟ سهلة ايه عوامل والله، النجاح اللي وصلت اسراء لهذا المركز؟ سهلة والله، اللي يعرف ربنا إن الله لا جميل يضيع أجر من أحسن عمل، بتذاكر دروسها وتصلي وتقرا في المصحف شوية، برضو بتتفرج على الأفلام برضو بس عارفة فيها واجباتها إسراء، ومسؤولياتها. اللي برضو ساعة وساعة يعني. اسراء احكي لي، السنة دي مرت عليك ازاي؟ هل كانت زي اي سنه؟ لا وايه يا اللي طبعا، خلاها تختلف؟ لان انت متفوقه طول عمرك. هي مش زي اي سنه، عشان هي اول مره اخد سنه طويله، يعني تعتبر 11 شهر، ف يعني وداخله بقى مفيش استراحه. بمجهود ان انت لازم تجيبي مجموعه كويس من الاول، ودي اخر سنه بقى خلاص اللي هتحدد المصير عندك. هتكلل نجاحاتك اللي فاتت كلها، هي دي بقى اهم بيعنق حاجه. الزجاجة اللي بالظبط مقبول يعني. للاسف ده اللي احنا بنقوله عليها، وهي مش المفترض انها لا ده تكون كده. النهاية مفتوحة، بالظبط مفيش، بالظبط بالظبط. بيفضل إلى الواحد يتعلم لغاية ما يموت، وما أوتيت من العلم إلا قليل، ودايما العلم مستمر على طول. بيتهيألي هي دي الفلسفة اللي موجودة في بيتنا، وهي اللي شجعتك على النجاح. إسراء، خدنا دروس خصوصية؟ ايه ما اقدرش صراحة. اقول لا يعني، لا بس هو قول درس حقيقة. واحد بس يعني، مش في ايه، في مادة ايه؟ لا يعني هو كل مادة مثلا احنا عندنا مع 7 مواد، مجموعات كل مادة كان فيها درس واحد بس. ده جديد درس. كان ايه السبب؟ ايه اللي خلاكي؟ والدرس ده اخبار المدرسه كان معانا ايه ومدرسينا، وايه اللي خلاكي تلجئي للدروس؟ يعني عشان برضو تفهمي اكتر، تاخدي تفهمي اكتر، ولا لان المعلومه. الكل بياخد دروس لا وانا خايفه. تاخدي المعلومه برضو من اكتر من مصدر، فتستوعبيها اكتر. العمليه دي كانت مكلفه يا استاذ عوض؟ والله مش قوي يعني، يعني حاجات بسيطه مثلا باكو في الشهر كده 1000 جنيه، بس جهد وعبء مادي مش مشكلة إلى حد ما، بس بتعملوه دم. بكل الحب والتعاطف علشان خاطر إسراء. جميل. إسراء، وزارة التربية والتعليم هتحتفي بيكم أكيد إن شاء الله. عندك فكرة إيه اللي ممكن يتم معاكم؟ كنت متابعة السنين اللي فاتت أوائل الثانوية العامة؟ لا بصراحة ما كنتش متابعة قوي، ما عنديش أي فكرة، بس لما كنتي ممكن بتشوفيهم ما كنتيش بتقولي إن شاء الله هكون واحدة منهم؟ كنت فرحانة ليهم، كنت بتمنى إن أنا أبقى واحدة منهم يعني. جميل. أستاذ عوض، تفتكر وزارة التربية والتعليم هيكون شكل احتفائها بإسراء وبأوائل الثانوية العامة، أمالك وطموحاتك معاهم إيه؟ والله اللي يعملوه كويس يعني، هم يشكروا على المجهودات اللي بذلوها دي برضو. أنا عارف المدرس بيتعب، والملاحظات والتصحيح، لأن يعني بقالي 27 لا احنا دلوقتي سنة بنكلم الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، احنا واللي هو فرحان بيهم جدا. فرحان وقال 30 انتوا عارفين سبعة ان يعني معظم الإعلام يعني كان منشطات الجرايد بتقول ان الأستاذ الدكتور طارق البوكلت شوقي نجح في اجتياز امتحان الثانوية العامة، ونجح معاكم. ده ولا مخابرات المباحث يوم فرحتوا بيكم 20، لأن أنا مدرس في المدرسة زي ما بقول لك، وناس 4 من المدرسة كانوا كنترول ثانوية عامة في المنصورة، قالوا هنخلص يوم 20، رجعوا اليوم 15. كانت مفاجأة حلوة. رجعوا بقى حبينا يوم 13. كانت مفاجأة حلوة. ولا المخابرات العامة. كان فيها نوع من السرية والكتمان علشان تبقى مفاجأة ظريفة تاخد يعني وضعها. اتفضلي. في المدرسة احتفلوا بيا والمدير الإدارة بسم الله، جانا البيت بنفسه الأستاذ محمد عبد الله جبارة بنفسه، جه البيت عندنا. كل الشكر ليهم ولمجهودهم. والأبلة هالة صالح، يا ريت نقول، يا ريت نقول كل مدرسينا اللي بنعتز بجهودهم معانا يا إسراء، فاكرة منهم مين ومين أكتر واحد
كان مستشعر تفوقك وبيدعمه؟ هي في الأول طبعا المديرة، مديرة الأستاذة هلا صالح، كل التحية ليها، والأستاذ الفرنساوي بتاعي الأستاذ حسين عفيفي، كل التحية ليها، وكل المدرسين يعني كلهم كان ليهم دور معاك. جميل. ده بيخلينا نقول ان النجاح والتفوق مش طالب ومدرس فقط، فالمنظومة تعليمية. منتهى الصراحة كده إسراء، كنت بتروحي كل يوم المدرسة ولا جت علينا فترة؟ يعني أنا طول عمري بحب أروح المدرسة، بس هي برضه عشان حكاية تالتة ثانوي ولازم تفضي وقت يعني تذاكري فيه أكتر وكده، يعني فما كانش دروس وكده، ما كانش انتظام مستمر. مفيش انتظام مستمر. طب أنت شايف ده الوضع ده صح يا أستاذ عوض؟ وحضرتك تربوي ومعلم، ما أنا هقول لحضرتك حاجة، ما ده اللي بيخلينا نلجأ للدروس الخصوصية. ما أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني ما البني ادم مش حديد، لازم ان الجسم يرتاح. يعني هتروح من الصبح للساعه 2 زي ما هو الجسم يرتاح برضه في المدرسه، انه ما يبقاش ما اكاديمي ما ودراسه هي وفقط ما في نشاط في المدرسه في متواصله في اولى وثانيه ما غابتش ولا يوم. انا فاهمه يا استاذ، انا يعني حضرتك بتقول ان الجسم والعقل والذهن ليه راحه، وده المفترض ان يكون في المنظومه التربويه والاكاديميه اللي احنا فيها، ان هي تبقى الجانب الاكاديمي ماشي مستمر طوال العام بصورة مرتبة وتراكمية منظمة، معاها جانب ترفيهي وخاص بالنشاط والقراءة الحرة، ممارسة الرياضة، كل ده المفروض المدرسة هي اللي بتقدمه لنا. ما هي المدرسة، لأن إحنا بنعبي ولادنا بمعلومات وأدمغتهم بعلم ودراسة وفقط، وده اللي بيخلينا نخرج آخر السنة. يعني شايف إسراء حاسة إنها مجهدة يا حبيبتي، حاسة إنها خلاص استنفذت طاقتها. يعتبر الحاجة سلبية اللي هي الدروس الخصوصية دي، وأنا أعتقد المدرسة أحسن بكتير، بس هو عادي عند الشعب بقى لازم نروح. كل الناس بيقول لك هتلاقي مدرسين في البيت، أنا مش جايب مدرسين، مالعش أجيب، أنا مدير عام صحيح بس ب 2500 بجنيه، هجيب مدرس في البيت ازاي؟ فمجموعات مع زمايلها وخلاص. كل زمايلها يعني مواليد 64، الاستاذ محمد عبد الله جباره دفعتي برضه، والاستاذ محمد شعبان مدرس اللغه العربيه دفعتي برضه حبيبنا يعني، وكلنا قعدنا في الصف واحد يعني مع بعض. جميل. بس خليني اقول ان وجود بابا في البيت كتربوي ومعلم بيتهيألي له دور كبير جدا، لان احنا حتى لو قلنا المبلغ اللي بابا ذكره بالنسبه للدروس الخصوصيه مقارنه بزملائك الاوائل وطالبات الاوائل على مستوى الجمهوريه، هو مقارنه بيهم كان في ترسيخ يعني. تام ترسيخ تام يعني. وده يخلينا نتساءل عن دور حضرتك كتربوي ومعلم، ان حطيت وغرست في اسراء اعتمادها على نفسها اكتر من اعتمادها على الدروس الخصوصيه. انا اقول لحضرتك حاجه، انا عمري ما قلت لها ايه عاوزه ايه يا اسراء، خد الفلوس، لازم ان يكون معاها مبلغ استراتيجي، ربما تحتاج حاجه. ربنا يعينك. يعني الحمد لله ربنا مستوره فيها يعني. والجانب اكيد بابا كان بيساعدك احيانا في طريقه المذاكره على الاقل، ازاي نذاكر، امتى يعني نراجع، امتى قلت لها مثل بسيط في الفيلم بنتفرج عليه. اتفضل. عبد الفتاح العسري يقول لك من جلس وتأنى نال ما تمنى. جميل. يا اسراء اقعدي وهاديه كده وتمكني وما تترهبيش من الامتحانات له رهبه. ما هو يعني كلمه امتحان دي بتهز الواحد، فلما تقعد تطمئن كده يا بتقول لي انا نسيت كل حاجه، قلت لها ما ان شاء الله لما تقعدي وتهدي كده وتعالي مره المواكت كلها تحضر في وقت واحد. طيب بصراحه كده اسراء، ايه اللي كنت حاساه انه بيضغطك برغم تفوقك وبرغم مذاكرتك ومراجعتك؟ ايه اللي كان بيبقى مصدر قلق او توتر بالنسبه لك طول السنه؟ كنت بتتابعي الاعلام؟ زملائك، مدرسينك، في ممكن ماما في البيت مثلا رغم انها انسانه متعلمه وحاصله على مؤهل عالي، الاستاذه زيدي بنهنيها وبنبارك لها بتفوقك، ايه اللي كان بيحسسك يعني بالتوتر؟ هو التوتر ده النابع من عندي، من نفسي من انا، باحساسك بالمسؤوليه. كانت البيئه اللي حواليا كان كلهم بيشجعوني وبيطمنوني، مش عادي يعني الثانويه العامه برضو مش نهايه المطاف، مستقبل هيبقى احسن.
فهو الحاجة الوحيدة هي كانت الخوف بقى، وان الواحد ممكن ما يحققش اللي هو عايزه، فهي دي الإعلام كان بيتنافس على نقل بعض الأخبار اللي فيها درجة من درجات الألم والحزن لتعرض بعض أولياء الأمور لانتحار أولادهم للأسف، أو البكاء الشديد جدا والصراخ عند الخروج من اللجان، بالرغم إن ممكن ما تكونش ظاهرة عامة، مش في كل اللجان، ممكن تكون في لجان بعينها اللي عندها الكاميرات مثلا. في بعض أولياء الأمور وبعض الطلاب بينتهزوا فرص وجود الكاميرات لتعظيم وتهويل الأمور، والحاجات دي كلها كنت بتشوفيها إزاي، وكانت بتأثر عليكي بالسلب ولا لأ؟ انا ما شفتش بصراحة عندي في المدرسة، واللجنة بتاعتي ما حصلش فيها اي حاجة من دي. لكن ما شاء الله الاعلام كان شغال يعني، لا، ما انا ما كنتش بقى كانوا واقفين متابعة. عند المدارس مستنيين اي ده خبر. امر الحرس، والله الوكيل يعني الامن وواقف مستتب ومحافظ ده على واجب، ده واجب عشان حبايبنا ولادنا واولادنا، يعني اكيد. يشكروا وزارة الداخلية والجيش، يعني يشكروا يعني. جميل. فكرة ان ابقى داخلة وعارفة ان مجهودي مش هيضيع، مش لان انا كسلت ولا ما ذاكرتش، لان غيري مش هيغش ويسرق مجهودي. كنت بتفكري في الموضوع ده ازاي؟ كل سنة بيبقى عندنا احد المهازل، ان بعض معدومي الضمير من طلاب ومن مسؤولين بيتعمدوا اثارة البلبلة وتشكيككم في ان مجهودكم هو الناتج، هيبقى ناتجه الحقيقي هو النهاية، النتيجة اللي هتشوفوها، ببعض المشاغبات والغش ما هو ومحاولات اللي عاوز الغش يغش ده زي والتصوير. الحرامي اللي مؤاخذة بيبقى حضرتك عاوز يعمل هيص عشان يسرق لخصت سؤال. وقفدت الحقيقة يا أستاذ عوض، أنت لخصت وقفدت. بس أنا أعتقد إن هو نظام البوكلت ده كان يعني كان ليه ضربة ضربة قوية. يعني هو كان أهم حاجة إن الامتحان ما تسربش، وبرده كان فيه 4 نماذج، فعشان تخشي بقى في كنت بتدخلي على المجتمع النت احيانا لما يقولوا ده. الامتحان موجود لا والحاجات دي؟ يعني بجد؟ أصلا السنة دي ما فيش نت بقى، وتقريبا يعني التلفزيون محدود في كده. ما بحبش أصلا، أنا طول عمري ما بحبش أخش، يعني ما بعتمدش عليه. هو كده كده انت هتجيبي الدرجة اللي مكتوبة لك، فمش لازم يعني تجيبيها بحاجة غير شرعية. الواحد بالظبط يجتهد بالظبط، وإن شاء الله. ما نسرقش مجهود غيرنا، والخش برضو يعني بيوتر، ممكن يضيع الوقت مفيش غشاش أكتر. بينجح، هو في غشاش ده بينجح، ولا ولو شيء. نجح مرة مش هينجح التانية، وحتى وبيتعرض لو لل ما حدش قدر يمسكه وهو بيسرق، هيعيش حياته كلها غشاش، لأنه بنى حياته على الغش. من مبروك، بني على الله باطل يبارك فهو فيك، فهو باطل. باطل. مبروك يا إسراء، الله يبارك في مبروك حضرتك. إسراء عوض هلال إسماعيل، السابع مقرر على الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، وتحية لحضرتك أستاذ عوض هلال إسماعيل، ومتابعة ليكي بمشيئة دفع الله. لها إن عرمة، شاء الله لأن احنا أصل سنبلنا عائلة عرمة يعني. نقول الاسم بالكامل، إسراء عوض هلال إسماعيل عرمة، الحنف عرمة. أهلا بيكم، ألف ألف مبروك، الله يبارك في ومن نجاح حضرتك. لنجاح دايما بمشيئة الله. إن شاء الله. أشكركم على وجودكم معانا النهاردة في حلقتنا من صباح التعليمية. ده احنا صباح اللي الخير. بنشكرك يا صباح فندم. أشكرك. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونستكمل حوارات وفقرات هذه الحلقة. مبروك يا حياة قلبي، مبروك.